سلام، أنا معاد أحبوش. قانون الجذب، أي حاجة فكرتي فيها وعطيتيها الإحساس والمشاعر كتبان في حياتك، سواء فكرتي فيها وانت واعي ولا ما واعيش، قانون الجذب كيكون خدام فين ما كنتي وكيف ما كنتي، حيت هذا قانون كوني. سواء كنتي خايب ولا زوين، ما مأدبش ولا مخلق، داهية أو ولا شخص عادي، هذا القانون ساري على جميع المخلوقات اللي كاينة في الكون. قانون الجذب بحل العافية، سواء كنتي خايب ولا زوين، إلا قصتي العافية غتحرقك. هكا قانون الجذب، Law of Attraction. القصة ديالي مع قانون الجذب وكيفاش عرفته بدات في الصيف ديال 2016. كنت كنقلب على شي فيلم في المجال ديال التنمية البشرية ولقيت The Secret. راندا براون مولات هذا الفيلم، هذا حكات القصة ديالها في الفيلم ديال السر، وقالت باللي قبل ما تكتشف هذا السر، هذا اللي هو قانون الجذب، قبل بعام كان باها مات، والديها ماتوا، كانت كتعيش واحد الظروف قاسية، وحتى الشخصيات اللي دازوا معها في الفيلم حتى هما حكاوا على الظروف القاسية اللي كانوا عاشوها وكيفاش تبدلت حياتهم من اللي عرفوا قانون الجذب السر. الفيلم حط بزاف ديال النقاط هضر عليهم، وانا غنختصر لكم هاد النقاط هادو. بالنسبة للفيلم راه تحول الكتاب، وممكن يعني تشوف الكتاب وتقراه، غنخليه لك PDF إلا بغيتي تمشي تقراه ولا تطلع عليه تضرب عليه شي طليله. مهم، قانون الجذب ممكن توصل به لأي هدف في قرايتك، في خدمتك، في الفلوس، في الأشخاص، في الناس اللي باغي، في المشاعر اللي باغي، في المستقبل، في المواقف، في كل شيء. أي هدف طاح على عقلك ممكن توصل له بقانون الجذب. إذن شنو هو قانون الجذب؟ قانون الجذب بحال قانون نيوتن. القانون ديال الجذب كيقول أن أي حاجة أعطيتها إحساس وفكرتي فيها إيجابيا وركزتي عليها غادي تجذبها لحياتك. بزاف ديال الناس في العالم اللي طبقوا هذا القانون ديال الجذب وقالوا أنهم غيروا حياتهم من قبل كانت خايبة، يعني غيروا حياتهم الأفضل وقانون الجذب، وخلاو حياتهم عامرة بالسعادة وبالمواقف الزوينة. وكاين الناس تداووا من أمراض، كاين أزواج اللي عاشوا واحد الحياة زوجية زوينة بزاف، ناس اللي حاربوا الاكتئاب والملل، ناس اللي حاربوا الفقر والجوع ولاو أغنياء، شهادات ديال العزاب اللي جذبوا الشريك ديال حياتهم سواء الزوجة أو الزوج، وهادشي كله بفضل قانون الجذب. بالنسبة لقانون الجذب فهو ماشي فلسفة أو لا تنمية بشرية فقط، يعني غير تحفيز موتيفيشن لحظة ودايزة، كاين عليه الدليل العلمي على هذا القانون، هذا اللي هو قانون الجذب. العلماء في واحد الفترة اكتشفوا باللي الإلكترون كيتأثر بالملاحظة ديال الإنسان، وبالتالي مادام الإلكترون كيتأثر بالملاحظة ديال الإنسان فجزيئات الذرة كذلك كتأثر بالملاحظة ديال الإنسان، وبما أن جزيئات الذرة كتأثر بملاحظة الإنسان فالمادة كذلك كتأثر بالملاحظة والتفكير والمشاعر والدبدبات ديال الإنسان. هاد الشيء غيتصدموا منه العلماء فاش غيكتشفوه، وهاد التجربة هادي ممكن تمشي تقلب عليها، سميتها تجربة الشق المزدوج. حبس إلا ما فهمتي والو ودوختك سنة وسمع شنو غنقول لك. القانون ديال الجذب هو أي حاجة عطيتيها إحساس وتفكير وركزتي عليها كتنجذب للحياة ديالك. ودابا أجي نتعمقوا في قانون الجذب بالبيان، غنذكر الحوايج اللي كتعاون في التطبيق ديال قانون الجذب، ومن بعد غنقول لك كيفاش يعني الخطوات باش تطبق قانون الجذب. أول حاجة كتعاونك باش تطبق قانون الجذب هو الخيال ديالك. الخيال، أنك تغمض عينيك وتخيل الهدف اللي باغي توصل له وتعطيه إحساس، هذا كيعاون باش أنك تجذب هذا الهدف هذا. وكمعلومة في علم النفس، العقل ديالك ما كيفرقش ما بين الخيال ديالك والواقع الملموس اللي كتشوفه بعينيك، يعني بتكرار الخيال بالتكرار ديالو كيولي حقيقة كيتيقها العقل ديالك وكيولي خدام بها العقل الباطن ديالك، وهكا كتولي تجذب هذاك الشيء اللي كتخيله للحياة ديالك الملموسة. ملي تستعمل الخيال ديالك خاصك تحدد الهدف بجميع التفاصيل ديالو. مثلا كنتي باغي
توصل للهدف أنك تكون عندك طنوبيل. فأول حاجة خصك تديرها هي أنك تحدد لون الطنوبيل، النوع ديال الطنوبيل، واش مرسيدس واش بي ام دابليو، اين نوع باغي، الروايد واش يكونوا كبار واش غيكونوا صغار، يعني هكا كتجلى في الهدف ديالك. وهذا هو قانون التجلي اللي داخل في قانون الجذب، أنك تحدد جميع التفاصيل اللي باغيها تكون في الهدف ديالك. إضافة إلى الخيال ديالك والتجلي ديال الهدف ديالك، خاص تخدم الإحساس، خاص تكون حاس بالإحساس، واحد الإحساس يكون زوين وانت عايشه وكتشوف الألوان والضوء وكتحس بالجو وكتقيس وتحرك كيف ما بغيتي. أجي نديرو دابا تجربة على الخيال ونفهمك كيفاش كيخدم هذا الخيال. غمض عينيك، تخيل راسك في ميريكان، غادي وكتشوف الميريكانيين، كتشوف البنات الميريكانيات والدراري. طلع عينك للفوق وشوف ناطحات السحاب، حس بالجو سخون وكيلامس الجسم ديالك. دور وجهك، شوف موراك كاين البحر، هانت كتشوف فيه الجو زوين. تمشى لجهة البحر، هانت وصلتي للرملة، زيد تمشى، الرملة سخونة وكتقيس في رجليك، وعادي حتى توصل للبحر، زيد قرب، زيد، هانت وصلتي للبحر، الماء كيقيس في رجليك دابا. يلا فيق، الحمد لله على سلامتك. هكا كتولد الإحساس في الداخل ديالك، وهنا كيخدم قانون الجذب. تاني حاجة غتنفعك في القانون ديال الجذب، يعني في التطبيق ديالك القانون الجذب، هو التأمل. من الحوايج اللي كيعرقلو قانون الجذب هي الأفكار الزايدة والسلبية، وكنعرفوا أن العقل كيفكر بزاف. في النهار كيفكر تقريبا 80,000 فكرة، من 60,000 حتى 80,000 فكرة. فباش تخلص من هذه الأفكار هذه، خصك تدرب باش تحكم في الأفكار، وباش تحكم في الأفكار خصك تعلم التأمل، باش تفكر في شنو باغي تجذب وعقل على هذا القانون اللي هو قانون الجذب. أي حاجة أعطيتها إحساس ومشاعر وتفكير وركزتي عليها مزيان، كتجذبها لحياتك. حاجة ثالثة اللي غتعاونك في تطبيق قانون الجذب، خاص يكون عندك استحقاق عالي، أنك تحس براسك تستاهل ذاك الهدف، أنك قادر توصل ذاك الهدف. يعني ذاك الهدف اللي تطبق عليه قانون الجذب، خاصك تكون كتحس بحال إلا راك واصل ليه، ماشي محروم منه ولا أنك كترجى باش توصل لهذاك الهدف، بل أنك كتستحقه وتستاهله. وهنا كتكون طبقتي قانون الاستحقاق اللي حتى هو كينفعك في قانون الجذب. رابع قانون غينفعك باش تطبق قانون الجذب هو قانون الذبذبات، يعني الأحاسيس، يعني المشاعر ديالك خاص ديما يكونوا بوزيتيف، مشاعر زوينة اللي غتعاونك باش تفكر في الهدف ديالك بشكل إيجابي باش ينجذب لك. أنك تعيش السعادة لواحد الفترة طويلة، وما يكونش المزاج ديالك متقلب، يعني تكون في واحد اللحظة ديال السعادة ممتدة، يعني فترة طويلة من السعادة اللي غتعاونك باش تركز على الهدف ديالك بواحد الدبدبات اللي عالية، واحد الفريكونس اللي عالي. وكل ما كانت الدبدبات ديالك عالية، كل ما الهدف ديالك كينجذب لك. خامس قانون غينفعك باش تحقق القانون ديال الجذب، وهو قانون الحركة، يعني خاصك تحرك، خاصك تدير أسباب. أنك كتجذب وكتطبق القانون ديال الجذب، الكون كيعطيك فرص. القانون ديال الجذب واحد القانون كوني، والكون كيكون خدام ملي كتكون انت كتطبق قانون الجذب، يعني كيعطيك واحد الفرص خاصك تستغلها، خاصك تدير بها، يعني تستغل ديك الفرصة اللي كيعطيك الكون باش ينجذب ليك الهدف ديالك. هذا هو قانون الجذب، يعني الكون كيعطيك فرص باش توصل للهدف ديالك، يعني كينجذب لك الهدف ديالك. وهنا غتكون طبقتي قانون الحركة اللي غيزرب داك الجذب ديالك للهدف ديالك. الجذب واحد القانون اللي كيعتبروه بزاف الناس بطيء، ولكن اللي كيبطئوا بزاف هو
المشاعر ديال عدم الاستحقاق، قانون الحركة اللي ما كيدارش، إنسان كيفكر يعني غير كيفكر ويحس وما كيديرش واحد واحد مجهود حركي، يعني ما كيطبقش قانون الحركة، وداك الشيء اللي ذكرت في الأول. إذن ندوزو لشناهما الخطوات باش تطبق هذا القانون اللي هو قانون الجذب. قانون الجذب، أي حاجة فكرتي فيها وعطيتيها إحساس ومشاعر وركزتي عليها كتوصل لها. كيف ما كان الهدف ديالك، سواء مشاعر، مواقف، أحداث، أشخاص، حوايج، ماديات، فلوس، كتوصل لها بقانون الجذب. وتقدر تطبق قانون الجذب باش تجذب السعادة، يعني السعادة ديالك. وبزاف الناس يقدوا يسولوك على شنو هو مصدر السعادة ديالك، وانت غتعرف شنو هو مصدر السعادة ديالك. فانت هو مصدر السعادة ديالك، انت كإنسان، ككيان. وفي القرآن كاين آية كتأكد هذا القول اللي كنقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما بأنفسهم يعني الداخل ديالهم، يعني انت هو مصدر السعادة ديالك، الداخل ديالك هو مصدر الفرح، هو مصدر السعادة، هو مصدر جميع الحوايج اللي باغي توصل لها، هو مصدر كل شيء الداخل ديالك. ندوزو القانون الجذب وكيفاش ممكن نطبقوه. اول حاجة تدير باش تطبق قانون الجذب هو انك تحدد الهدف اللي انت باغي تجذبه لحياتك. تاني حاجة انك ما تفكرش بها بالقانون ديال العكس، يعني الجذب العكسي. غادي نفهمك. مثلا انت كتقول: ما بغيتش نتقلق، ما بغيتش نسقط، ما بغيتش نفشل. فهكا كتجذب لذاك الشيء اللي كتقول انت ما بغيتيش، يعني بواحد القانون عكسي كتعكس داك الجذب ديالك. ما بغيتش نعيش حياة مملة، ما بغيتش نتزوجها وهي كتنكد. هذا واحد الغلط كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، كيوليو يديروا الجذب العكسي. يعني انك شنو الصحيح اللي خصك دير؟ انك تقول: بغيت حياة زويونة وممتعة وغزالة، بغيت واحد المرأة اللي من الودود الوالود، بغيت نعيش حياتي فرحان، بغيت نعيش سعيد في كل لحظة من لحظات ديال حياتي، بغيت ننجح وننجح وننجح. يعني انك تقصد الهدف ديالك بالمباشر، ماشي بما بغيتش، ببغيت. ماشي الجذب العكسي اللي دويت عليه، يعني الجذب المباشر بهدف مباشر. ثالث حاجة هي انك تخلص من الافكار القديمة اللي عندك على ذاك الهدف اللي باغي تجذبه. مثلا: ما عنديش، كيفاش ندير، شنو هما الطرق، ما عرفش كيفاش نوصل ليه، صعيب، البلاد ما عاطيه والو، كي ندير نوصل ليه وانا في واحد البلاد اللي فقيرة حقيرة، شنو خصني ندير، شنو. هادو حوايج اللي خاصك تحيدهم من بالك، وباش تحيدهم خاصك دير التأمل وتحيد كاع الافتراضات اللي عندك على ذاك الهدف. ومن بعد دخل هاد الافكار الإيجابية جديدة على ذاك الهدف باش ينجذب ليك. رابع حاجة، دابا انت قربتي للهدف ديالك، ولكن خاصك قانون الحركة، يعني انك تدير اسباب. انت مثلا خدمتي قانون الجذب، فرأي فرصة جاتك من الكون ما خاصكش تضيعها. يعني قانون الجذب هو واحد القانون كما قلت كوني، والكون كيعطيك فرص، وهاد الفرص هي قانون الجذب. وما تنساش ديما ركز على الهدف، حس به بواحد المشاعر زوينة ديال الفرح وديال السعادة، وهذا هو اللي غيحقق لك انك توصل لذاك الهدف. وهذا هو الملخص ديال قانون الجذب.